اهلا وسهلا بكم على قناة الكبير ون، واولى حلقات برنامج المسابقات المثير. برنامجنا بيعتمد على الذكاء والفطنة وينمي قدرات الطفل المزاريطي، وصدقوني البرنامج ده مش للاطفال وبس، لا ده هيشد الكبار كمان. عارفين يا اولاد اسم البرنامج ايه؟ جوستي. ما سمعكم شيء، اسمه ايه يا اولاد؟ جوستي. براو عليكم. ومعانا العروسه دي اللي هتكون صاحبتنا طوال حلقات البرنامج. البقره دي هتقول السؤال بس بعد ما يقول لها حد جاموستي. يلا يا حد عم مجيد. جاموستي. حاجه بتنور لنا الدنيا ومن غير كهرباء، سهله قوي. حد عرفها؟ ها جاموستي. ماشي، في الشتاء بتدفينا وفي الصيف بتلسعنا. ها قول انت. جاموستي. جاموستي ايه يا جاموس انت؟ ما هو اضحكي في السمسة. ها اقول انا يا ابلة هذي؟ اقول انا، اقول هني. قول يا حج عبد المجيد. وابو رجاز. جاز لما يحرقك. تبدا المعركة دلوقتي. عم بنسبلها ومسكوا في بعض. جاب البني اللوكمين، جاب اللوكمين، جبت جاب الشلوك، سوفليك صراحة مع تثبيت القدمين، تنين، أوبا، أوبا 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 أوبا.